صبري حلوه دكارة من البرازيل يا شاب ازين شط دونك دنيا اخر عالم اخر دونك فما ستريس مش بريسيون تخمم في البرازيل جوريت والله احنا قلت ربي معناتها باش نمشيو للسنغال وبطبيعة نخمم في البرازيل مش كل معناتها فحيد وتجي مرة برك الواحد باش يمشي للبرازيل ان شاء الله يا ربي معناتها باش نكونوا موافقين وان شاء الله باش نعمل علينا باش نشرفوا تونس مش قلت ربي نجي متلاثة الاولانيين باش نمشيو للبرازيل ونشرفوا تونس كما يلزم وقلت ربي معناتها عندنا اوبجيكتيف كما قلت لك اللي هو معناتها البرازيل وان شاء الله يا ربي يوفقنا ويكونوا معانا ان شاء الله في الكوب دافريكا ذوما الجول اكثر من شطر الجمعية خلينا نقول اكثر من شطر المنتخب في الكومبيتيشن هذوما والله صحيح معناتها في بون هي كل كيب كبيره لازم عندها جول كبير ان شاء الله يا ربي معناتها واحد يكون موفق وان شاء الله معناتها يخدم على روحه ويعاون اصحابه كما يلزم ولا معناتها الترشح وتقول ربي باش يجي من الجروب الكل مش كيما الجارديان ادي مرجيبي دونك مرحبا بيك بدات الفوتو دو بروفيل نتاعك ليميت بلون سيري ليكيب ناسيونال ونمروك فوالا دونك خلينا نحكيو ساعه على التصوير حلوه التصوير الشبيبه نتاع ليكيب ناسيونال شنو نقول لك والله وانا مشينا نتصوروا البارح يعني قبل كانكا وليت الكل بارتاجيوا ديجا التصويرات كنت نحكي لصبري دكار حلوه اما البرازيل شب راه كوبا كابانا وريو وشط وعالم والله طموحاتنا اول حاجه ماشيين باش نخرجوا من ثلاثه الاوائل يعني وليت الكل يحبوا يمشيوا للجزء الاولمبيك هذايا وان شاء الله يشرفوا تونس ان شاء الله ربي معنا هذيك بعد البريباراتيف والماتشات اميكو بريستاسيون باهيه نهزوا التيتر نعم نهزوا ساكر غادي ما نحبش نقول نمشيو نلعبوا على ثلاثه بلايص اما علاش ليه ما نروحوش باللقب؟ اي بالطبيعه يا اخي واحد يقول نلعبوا على ثلاثه بلايص قلت ان شاء الله نكونوا منهم معناها ثلاثه بالطبيعه ما مشيش نلعبوا على اللقب غادي كماش مشيش نخسروا دومي فينال ولا حاجه اذا وصلنا بالطبيعه باش نكملوا الاخر سينو بعد الكوب دي موند الاخر نتاع الكادي ربما تابعتها ولا لا مالي ونيجيريا يعني بصراحه ليفل قوي نيفو قوي نتاع ليكيب افريكان بالطبيعة نيفو قوي الولاد حازين في قلوبهم يعني حتى ماتشات ميكالا كريت ماتشات الاخرين كل بريسك ربحناهم ان شاء الله فما كان الخير غادي وكان ان شاء الله ربي معنا يباز يعني واحد باش يمشي الكوب دافريك السنغال باش يحاول يعني يجي من ثلاثة الاولانيين ترشحوا للاولمبياد في البرازيل ان شاء الله دونك بعد التحضيرات هذيا بصراحة منتخبنا خلي يروح بالتيتر ما يسالش يعني في مقدور وممكن تعمل لعبية باهية صحيح يعني كي تجي تشوف بريسك لي جوار الكل الاولمبيك يلعبوا سينيور في بلادهم شوفوا يعني نحن كيفاش من حتى المغرب من اقوى الجمعيات في الافريق يعني كان ما نقولوش اقوى جمعيه في الافريق شفنا اش عملنا معها في رادس ان شاء الله نمشيو معناها بنفس المونتاليتي اللي لعبنا بها في رادس باش نعملوا ريزولتا باهي ان شاء الله نمشيو للبرازيل ان شاء الله بالنسبه للغايلين اول كان اولمبيك مش اولمبيك تقعد كان وعندها شرم نتاعها وعندها نيفو قوي برشا اي كيف ما نقولوا نحن ساعه كان هذايا باش ترجع الثقه نتاع جمهور الاسبيرونس في غايلين شوفوا يعني نحن بالكان هذايا واحد ينجم يرجع يكور في جمعيته وينجم بقدره ربي يعاود يعطي ثقه في روحه ان شاء الله من البول الوليد كان وكومبيتيسيون وعلى ماخر بوسينا ديما حاضر اسم هذايا في الكيف ناسيونال ولا هذايا اول حاجه الحمد لله خاطر واحد خدم على روحه هذايا اول حاجه فما حاجة ما يعرفوش العباد اللي بابا لعب أول ملعب لعب أول ماتش في حياته ولعب كونتر مستير في مستير سجل أول هدف وأنا كيف كيف أول ماتش لعبته في حياتي سجلت هدف وبابا زيدا كيف كيف زيدا هذه حاجة أخرى ما يعرفوهاش اللي هو لعب جوز أولمبيك فهمني إن شاء الله واحد يلعب جوز أولمبيك هتشارك في كوب دافريك إن شاء الله نترشح لجوز أولمبيك وبرطون ما كنتش حاضر من الأول في الستاجيت ومن بعد خلطت ومن بعد فينا المون نلقاوك في الليست اللي اختارها ميا الكنزاري دونك هذه الريفيلاسيون تاع بوسنينة هذه اول حاجه الميريت سي ماهر مش لي انا هو اللي رافيا السيسيون تاعك انت اذا عيط لك وي هو اللي رافيا الميريت هذا ان شاء الله بقدره ربي نزيد ناكدو في الكان نزيد ناكدو اللي انا نستحق الدعوه هذه نشكره هو خصيصا خاطر هو اللي اعطى في الثقه هذه مساج العام نور الدين كملوا به عم نور الدين نقول له يا نور يا بابا عاد قول له يا نور يا معلم مش بابا نقول له يا نور يا معلم ان شاء الله ننورك في الكان ان شاء الله احمد كل شيء فيه طبعا ما احكيوا على تحضيرات دونك نحكيوا على حاجه اوفيسيل كان زاري في الكونفرنس قال نكملوا من ثلاثه اقرويل خلي شور نكملوا دونك من ثلاثه الاول علاش ليه ما نروحوش بالتيتر راهو حاجه باهيه وملعبيتنا ملعبيه باهيه زاد صحيح يعني نحن ماشيين السنغال مانيش باش نلعبوا على تروازيم بلاس يعني ماشيين باش نروحوا يعني متوجين بقدره ربي كاو ان شاء الله يعني مجهوداتنا الكل في التروا ماتش الاولى نبذلوهم وكاها ان شاء الله نروحوا كيما قلت لك بالتتويج ان شاء الله وسيم احكي على ابوه ما نجموش دائما نجوش على ابوك دونك كي ابوك طفل دونك ملعبي كان دونك ديفي اللي كنت جديد فهمت على الزبير يضحك صحيح يعني بابا ما لعبش كان يعني كان اولمبيك يعني حتى سينيور
هنا هذه أول كان عندي يعني مع الأولمبيك. إن شاء الله كما قلت لك نشرفوا تونس ونفرحوهم إن شاء الله.